تواصل الدولة جهودها في تمكين القطاع الخاص، وفي إطار ذلك التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا خلال زيارته مصر، حيث أوضحت المشاط أن منصة حافز للدعم المالي والتقني ستفتح المزيد من الفرص للشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص في مصر. تستهدف الدولة تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد. في هذا الإطار استعرض وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية بمحافظات بني سويف والبحيرة والفيوم ومستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم التعاقد مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وطرق والأسوار، بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه. وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج حوالي 65%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1% مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات لقوة الحوثي على سفن في البحر الأحمر، على الرغم من أن قرار أنغولا للانسحاب من أوبك أثار تساؤلات بشأن مدى كفاءة المنطقة في دعم الأسعار. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتصل إلى 80 دولار و25 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% لتصل إلى 74 دولار و7 سنتات للبرميل. ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى $2.67 سنت للتر، بينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل نحو $2.55 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن الوكالة ستعمل على ضمان أن يعطي البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية وغيرها من المؤسسات الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في الدول النامية. وعلى هامش مؤتمر للطاقة في إسطنبول أضاف بيرول أن استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية ثابتة منذ عام 2015، بينما زادت للمثل تقريبا على مستوى العالم، حيث جاء معظم النمو من الصين والاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لكيفية إيجاد آليات للتأكد من وجود تدفق لرؤوس الأموال إلى الدول النامية والناشئة. أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما دخل الآن في حالة ركود. وقال مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 1.1% في الربع الثالث، وأشار في تقديراته إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها إيطاليا بقيمة 17 مليار و700 مليون يورو لدعم بناء وتشغيل نظام مركزي لتخزين الكهرباء، بما يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء من خلال تمكين دمج مصادر الطاقة المتجددة في نظام الكهرباء الإيطالي. ذكرت المفوضية الأوروبية أن الخطة التي قدمتها إيطاليا ستدعم بناء مرافق تخزين الكهرباء، وبموجب البرنامج ستأخذ المساعدة شكل مدفوعات سنوية تغطي تكاليف الاستثمار والتشغيل لمطوري تخزين الكهرباء. وافق صندوق النقد الدولي على شريحة من قرض بلغت قيمته 43 مليون دولار للكونغو في أعقاب ختام المراجعة الرابعة بموجب التسهيل الائتماني الموسع. وذكر صندوق النقد الدولي أن القرض سيساعد الكونغو الديمقراطية على تنفيذ سياستها الإنمائية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الغذاء وتقلب أسعار النفط ورفع معدل الفائدة. وأكد الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة الكونغو الديمقراطية على تحمل الديون من خلال إصلاح لدعم الوقود والتزام السلطات بمتابعة الضبط المالي في عام 2024، إلى جانب تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتسريع الإنفاق الإنمائي وزيادة النفقات الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الضعيفة.